يلا يا شباب نبدأ. احنا كان علينا الهوم وورك، الامتحان رقم كام؟ 12 و 13. 12 و 13. تمام. بصوا يا شباب، احنا هنبدأ نحل الأسئلة. تمام، مع الحل هنبدأ نزود حاجات عشان نجمع الدنيا برضه. تمام، أول حاجة 12. يلا شباب ابدأي كده. ملك The average kinetic energy of water molecules is the highest at D. دي. تمام، هنا طبعا بيقول لي average kinetic energy of water molecule is the highest. طبعا highest اما temperature تزيد. خلي بالكوا يا شباب، انا عندي ريليشن بين التمبريتشر والكاينتيك انرجي بتكون بالشكل ده كده دايركتلي بروبورشنال. تمام، وخلي بالك انا ليه بقول افريج، لان السبيد مش متساويه. تمام، تاني سؤال. يلا محمد. تمام، the substance whose heat of combustion can be calculated by using the calorimeter R. تمام مستر، هيبقى ال water and ethylene alcohol. اللي هي ايه؟ اللي ايه هي ايه؟ هنا بيقول لك two substance whose heat of composition can be calculated using chlorometer. يعني انا ممكن استخدمهم في الكلوروميتر. تمام، طب هنا دلوقتي هو ايه الحاجات هنا اللي ممكن تتحرق؟ هل انت بتحرق المية؟ لا، هتبقى النيتروجين والميثان. النيتروجين والميثان اللي هي فيه دي. هتبقى دي الفكرة ان هو بيقول لي ايه؟ الفكرة هنا دلوقتي ان هو بيقول لي نيتروجين دايوكسيد، يعني الحاجة دي اصلا اوكسيد. تمام، فانا بحرق ايه؟ بحرق الاورجانيك سبستانس زي الايثايل الكحول وزي الميثيل. تمام، خلي بالكم يا شباب، تعالوا نفتكر كده في الكلوروميتر شوية حاجات. الكلوروميتر كان بالشكل ده كده. تمام، كان عندي فيه هنا دلوقتي تيوب، وطالع هنا تو اجنيشن واير، ونزل هنا طبعا ثرمومتر بالشكل ده. تمام، في طبعا هنا ستيرر. وظيفة الدبل لاير انها بتعمل لي ايزوليتد. وظيفة الووتر انها بتكون حاجة بتنقل لي الهيت. تمام، ترانسبيرنت ميديوم، وسط نائل للحرارة. طب وظيفة الالكتريك واير ان هي دلوقتي بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي اجنيشن. تمام، او ساعات نقول عليها اجنيشن واير. طب هنا دلوقتي وظيفة الاكسجين انه يساعد لي على البيرنينج. طب وظيفة الاورجانيك سبستانس انها تتحرق. طب ليه دلوقتي الروم دي بتبقى من اوضة كوندكت الكتريستي تو ترانسفير انرجي فروم انتر. تمام، او from this room to water to increasing its temperature and then we can calculate it using a thermometer.
تمام يا شباب، احنا رجعنا كده الكلوروميتر كله، وطبعا في البومب كلوروميتر ده بيخش على الاجنيشن، تفاعلات الاجنيشن. تمام، يلا يا درش. What's the number which indicate the change in the heat content of the reaction represented by the opposite graphical figure BAD؟ دي هنا بيقول لك ايه هو النمبر اللي هيمثل لي التشينج في الهيت كانتين؟ طبعا هيكون ايه؟ هيكون 4. تمام. امال دلوقتي 2 بيمثل لي ايه؟ 2 بيمثل لي الاكتيفيشن انرجي. تمام. طب ما فيش مشكلة. طب الرياكشن ده درش اندو ولا اكزو؟ اندو ولا اكزو؟ انا طالع لفوق ولا نازل لتحت؟ طلع لفوق يبقى انا ايه؟ اندو. اندو. تمام. يبقى انا الشباب لو طالع لفوق انا اندو، لو نازل لتحت تمام كده ونازل انا اكزو. خلي بالك الاندو بوزيتيف الاكزو نيجاتيف. خلي بالك في حاجة اسمها الووتر سايكل اللي هي بتكون عبارة عن سوليد اللي هو الايس، بعد كده ليكويد، بعد كده جاز. لو انا بجيب من سوليد لليكويد ومن ليكويد لجاز، طبعا كده انا بعمل جين لانرجي، دي اسمها اندو. طبعا مش محتاج اقول لك ان من سوليد لليكويد اسمها ميلتنج، ومن ليكويد لجاز اسمها ايه؟ ايفابوريشن او بويلينج. طبعا من وانا جاي الناحية التانية ده بيكون اكزو لانك بتطلع هيت. تمام. وفي حاجة كمان خلي بالك، في حاجة اسمها ثيرمال، خلي بالك عشان يحب يجيبها قوي في الامتحان، دي كومبوزيشن يعني تكسير حراري. الثيرمال دي كومبوزيشن دي يا شباب بتكون اندو على طول. طب في حاجة اسمها بيرنينج او كومبوزيشن حرق، دي على طول بتكون ايه؟ بتكون اكزو. يبقى انا عرفت الحاجات اللي على طول اندو والحاجات اللي على طول اكزو. خلي بالك اهم اتنين، اهم واحده في الاندو هي الثيرمال ديكومبوزيشن، اهم واحده في الاكزو هي البيرنينج او الكومبوزيشن. تمام. كويشن نمبر 4 يلا يا ملك. The nucleus with H21 atom is called هتبقى B. دي ديوتيريوم. تمام. طب البروتون رمزه ايه يا ملك؟ بروتون اول حرف بي. ايوه تمام. بي. طب تعالوا كده نجمع رموز كل حاجه. اول حاجه البروتون هو بي، تمام، بيكون 1 1. طب تاني حاجه النيوترون هو ان 1 0. طب تالت حاجه هي ايه؟ البيتا، نيجاتيف 1 و0. طب رابع حاجة البوزيترون ده بيكون ايه؟ بوزيتيف 1 و0. على فكرة دول ممكن اعملهم بيه كده او ممكن اعملها الكترون واحط برضو نفس الكلام. تمام. طب والجاما؟ الجاما اهي. تمام. طب والاكس؟ الاكس ري اهي. تمام مفيش مشكلة. طب الديوترون مستر، على فكرة البروتون ممكن يتكتب كده H11. تمام. طب والديوترون مستر؟ الديوترون اهو H21. طب التريتيوم H31. تمام. طب الألفا أهو. يبقى احنا كده قلنا الرموز بتاعت كل حاجة. تمام مفيش أي مشكلة. تمام. يلا نكمل. في حاجة الأول يا شباب، مين يا ملك اللي ما عندوش مين في الأتومز، يعني هو أتوم تمام اللي ما عندوش أي نيوترون؟ مفيش غير اتوم واحده ما عندهاش نيوترون، البروتون البروتون. البروتون مش اتوم، اسمها البريتيوم. تمام تمام مفيش اي مشكله. طب تعالي نكمل. هنا دلوقتي لو جينا بصينا على حاجه كمان عندنا هنا دلوقتي،
الفايف، سؤال فايف. يلا شباب. تمام. نيتروجين جاز رياكت ويز اكسجين جاز اكوردنج تو ذا ثيرمو كيميكال ايكويشن N2 بلس 2O ايكوال 2N2O 2NO2. تمام، مش ده يا مستر هتبقى بي. هتبقى ب، مش تمام. هنا طبعا انا عملت ايه، انا خدت الحاجة هنا ده 2 وهنا ده 2 صح، فده 2. طب ده ما يبقى 2، ما هو واحد يا ناصح اللي هيتفاعل والتاني مش هيتفاعل، اذا طلعت نفس الحاجة. تمام صح كده، تمام. طب يلا ما نكمل question number 6. هتبقى ايه؟ هتبقى ايه اللي هي ايه؟ هنا بيقول لي dilution ماشي process a combining in it being by ماشي. هنا دلوقتي ايه ماشي absorption amount of energy ماشي. طبعا في البداية بيبقى absorption، بعد كده بيبقى ايه، بتبقى releasing، والمحصلة بتاعتهم اللي بتقول لي انت عملت absorption ولا releasing ولا ايه بالظبط. تمام ماشي. خلي بالكم يا شباب في حاجة، انا عارف طبعا ان انا عندي الفيزيكال، عندي دلوقتي معلش الدلتا اتش اربع انواع، دلتا اتش اتنين فيزيكال واتنين كيميكال. مين الفيزيكال؟ الدلتا اتش سول. مين الكيميكال؟ خلي بالك فينا دلتا اتش داي. الكيميكال هو دلتا اتش كومبوزيشن او دلتا اتش ايه، دلتا اتش ايه يا شباب فورميشن. طبعا دلوقتي بيكونوا بوزيتيف ونيجاتيف، ما عدا الكومبوزيشن هي على طول نيجاتيف. تمام مفيش اي مشكلة. طب تعالوا كده نكمل. question number 7. يلا يا ملك. Uh, 125 grams of water, those whose temperature is 24.2 Celsius. The temperature of the solution drops to 18.2 Celsius. So if the specific heat of the solution is 4.2, what is the molar heat of solution of this solution? هتبقى A. هتبقى ايه؟ ماشي تمام. حد مش فاهم يا شباب؟ تمام يا مستر. ايه The chain reaction generates a huge amount of thermal energy. D. ثيرمال انرجي. تمام الله ينور عليك. 9. يلا درس. In the following reaction, CS2 plus 3O2 2SO2 plus CO2 delta H equal negative 1075. The amount of heat released is considered the heat of combustion of CS2. ماشي تمام. او فورميشن لايه، لل2SO2. للSO2، الـ2SO2 والCO2. تمام. طب خلي بالك بقى، انا عندي الايكويشنز ممكن تكون اربع حاجات. لو انا بتكلم على الديزولفنج، فانت عندك حاجه زي ال NaCl بتدوب في الووتر، لازم الفيزيكال ستيت هنا تبقى سوليد، والفيزيكال ستيت هنا تبقى ان ايه بوزيتيف اكواس، وهنا دلوقتي كلورين اقوس. ده لو انا ايه ديزولفنج. طب لو انا ضايل ان اي سي ال هنا اقوس تمام، هيطلع لي ايه في هنا طبعا ووتر، هيطلع لي هنا الان اي اقوس والسي ال اقوس برضو. تمام. طب ايه الفرق يا مستر؟ الفرق ان انت في اول واحده انت بادئ بسوليد بقيت اقوس، في تاني واحده انت اقوس واقوس. طب لو انت كومبوزيشن عندك الميثين مثلا هتحرقه بالاكسجين، هتطلع CO2 بلس ال H2O. تمام.
يبقى انت دلتا اتش سي كومبوزيشن. ماشي. طب بعد كده عندك ايه؟ خلي بالك هنا طبعا ان الاكسجين بيكون جاز. طب عندك بعد كده ايه؟ فورميشن. الفورميشن ده بيكون عبارة عن ايه؟ تعالى كده اما نشوف. عندك مثلا لو انا بكون الووتر هتكون عبارة عن H2 plus O2. دلوقتي درش يقول لي خلي بالك يا مستر الإيكويشن دي مش موزونة، أنا هعمل هنا 2 وهنا 2، يبقى دي دلتا اتش فورميشن يا شباب. لا لا، ليه؟ عشان عشان توكس. المفروض، الله ينور عليك، المفروض اعمل فورمنج الوان مول، يبقى هنا المفروض دي هاف ودي مشطوب عليها ودي مشطوب عليها عشان تبقى دلتا اتش فورميشن. الفورميشن لازم اكون 1 مول ولازم كمان من الكونستيتوانت اليمنت من العناصر الاوليه بتاعته. تمام زي الفل. طب يلا نكمل. يلا يا ملك. The isotopes of the same element similar in هتبقى C. هيبقى سي. ماشي. بتقولي لي الايسوتوب اوف سيم اليمنت از سيميلر، عندهم ايه؟ طبعا عندهم سيميلر، سيميلر كيميكال بروبرتي، تمام، سيميلر نمبر اوف بروتون، سيميلر نمبر اوف الكترون. طب عندهم ديفرنت في ايه يا شباب؟ ماس، نمبر اوف نيوترون، اتوميك ويت، فيزيكال بروبرتيز، تمام. وطبعا عندهم ديفرنت ايه؟ ديفرنت ايه كمان يا شباب؟ نيوكلر بروبرتس 11. 11 11 هتبقى دي. 11 هتبقى دي. هنا بيقول لي the number of nucleons is four atom of element contain 12 neutron inside its nucleus and contain one electron rotate in its energy level m. طب انا عندي الليفلز بيكونوا ايه يا محمد؟ مش انا عندي ايه ال الليفلز ام دلوقتي كي ال ام، يعني في هنا 2 في هنا 8 في هنا 1، يبقى انا عندي 11 صح؟ طب تمام 11 و12 يبقى انا كام؟ 23. وعندي تحت 11 يبقى انا الماس بتاعي ب 23. تمام انا بحسب تمام. ان النمبر اوف نيوترونز بلس نمبر اوف بروتون ايكوال ذا نمبر اوف ايكوال ذا نمبر اوف نيوكليونز، ما هو ده فعلا اللي حصل. بس انا ما جيتش جنب الانرجي ليفل رقم ام. هو انا مش عرفت النمبر اوف الكترون، وانا عارف ان النمبر اوف الكترون بيساوي النمبر اوف بروتون، يبقى طالما الالكترون 11 يبقى البروتون 11 تمام صح؟ طب صح وده 11 وده 12 يبقى انا 23 وهنا ده 11. ماشي. خلي بالكم اللي فوق ده اسمه ايه؟ اسمه ماس نمبر. ساعات الراجل يقول لي نمبر اوف ايه؟ نمبر اوف نيوكليونز. طب واللي تحت ده اسمه ايه؟ اسمه اتوميك نمبر او الزي نمبر او النمبر اوف بروتون. تمام. يلا نشوف السؤال اللي بعده. يلا درش. هتبقى ايه؟ هتبقى ايه؟ ماشي. تمام. طبعا هنا انا عندي يا شباب الماس بتاعتي باليو اللي هي يونت اوف اتوميك ويت. تمام. طب انت عايز ايه؟ انا عايز دلوقتي المليون الكترون فولت. طب انا معايا الماس هقوم ضاربها في 931. تمام. هتطلع ايه؟ تمام. طب تعالوا كده نفتكر القوانين بتاعتنا. انت عندك ثريتيكال ماس وعندك اكشوال ماس. تمام. الثريتيكال ماس بتساوي ايه يا شباب؟ بتساوي نمبر اوف بروتون باي ماس اوف بروتون بلس نمبر اوف نيوترون باي ماس اوف نيوترون.
ده الثريتيكال ماس. طب عندي بعد كده الديفكت ان ماس، النقص في الماس بيساوي الثريتيكال ماس ماينس الاكشوال ماس. طب انا هنا دلوقتي طلعت الماس، عندي حلين، يا الماس دي باليونت يا الماس دي بالكيلوجرام. تمام، افرض الماس باليونت، يبقى انت عندك اي ايكوال ام باي 931. تمام، وابدا اجيب الاي دي ما فيهاش مشكله. طب افرض انا بالكيلوجرام، يبقى انت عندك الاي ايكوال ام سكوير. طب انا افرض عندي باليونت وعايز اجيبها بالكيلوجرام، ما فيش مشكله، المثلث اهو كيلوجرام هنا يونت باي 1.66 باي 10 باور نيجاتيف 27. طب افرض انا عندي بالجرام، مفيش اي مشكلة، انت عندك الكيلوجرام اهو، لو انا عايز احوله للجرام فانا بعمل ايه؟ انا بعمل باي 10 باور 3. طب انا عايز احول الجرام للكيلوجرام 10، هنا ديفايد ال 10 باور 3. تمام، طب افرض انا عايز اجيب الاستابيليتي، يبقى انا هجيب الانرجي بير 1 نيوكليونز، يبقى الانرجي بير نيوكليونز. تمام، اللي هي الانرجي بتاعتك على الاي الماس نمبر. تمام، كل ما الرقم ده زاد كل ما الاستابيليتي زادت. تمام يا شباب، ممكن تاخدوا الجزئية دي سكرين، دي القوانين اللي عندنا اهي. تمام.